تفرج و18 الف تذكره خصصت منها 1000 لجماهير الترجي. الانطلاق الهجوم في استاد النار والانتصار، اجواء كبيره جدا تعودنا عليها من ملعب ستيف، بينما هنا جماهير الاحمر الاصفر جمهور العاصميين هنا في رحله ستيف. تمشي كره خطيره للترجي والهدف الاول، والهدف الاول للترجي الرياضي التونسي، الهدف الاول زياد الدربالي في اول 5 دقائق، في وقت الحديث عن قيمة الكرات الثابتة، في وقت الحديث عن أهمية الكومنتوس البنزرتي. الترجي يفتح باب التسجيل 1-0 بكرة ثابتة ولا أحلى، كرة من الدراجي بالراس الدربالي، 1-0 للترجي الرياضي التونسي. إذن بداية ممتازة جدا، هذه الكرة مشات ممتازة من خليل شمام، يضرب بالراس والهدف يحتاج لونتونت على وجود أوفسايد، الحكم المساعد ما يرفعش الراية يقر شرعية الهدف. الدربالي خرج من وراء مدافعين حسب قرار المساعد، والنتيجة تقر وتثبت للعاصمين. الترجي 1 لونتونت بتاع ستيف 0. بطل العرب الآن يبدأ في فترة حرجة بسيناريو يرفض الحكم بعد دقيقتين، يرفض الحكم عبد الله الهلالي. هذا هو السيناريو والشكل، يبدو الحكم العماني رفض الهدف عبد الله الهلالي. في 5 دقائق لعب الشوط الاول بدايه ناريه في ملعب النار والانتصار، لكن اي الفريقين سينتصر هذا المساء؟ اذا احتجاج لا من جمهور هو فريق الترجي طبيعي جدا، لانه الحكم تاخر على اعلان من هذه الزاويه، هل وجود اوفسايد ام لا؟ ماذا احتسب المساعد؟ لماذا مشى للسانتر او الوسط الملعب ومن بعد رفض؟ هذه هي الاشاره، وهنا تتوقف المباراه. هنا تتوقف المباراة مع صافرة العماني عبد الله الهلالي. أقر الهدف وثم تراجع عن القرار الحكم العماني عبد الله الهلالي. شوف الكرة، شوف اللقطة، جاي من تالي يبدو الراسية، انطلاقة دربالي من هذه الزوايا أمانة في كل الأحوال. لماذا أقر الهدف ثم لماذا رفض الهدف؟ إذا هذه الكرة والمباراة ستتوقف طبعا للحظات ودقائق. نلعب في نصف نهائي دوري أبطال العرب، الهدف بحسابه، الأمور في بداية ماتش طبعا تفرق برشا. الحكم مشى للهدف ثم يرفض الهدف، وبالتالي نقول رغم نحبذوش هذه المشاهد، لكن من الطبيعي جدا أنه تكون الأمور على هذه اللخبطة الحالية في دقائق أولى من ملعب 8 مايو 45. هنا الأجواء الباردة جدا لكن سخونة برشا في مباراة الكبيرين الوفاق الصيفي والترجي الرياضي. الأجواء كبيرة، مباراة مهمة جدا، مباراة الشقاء، مباراة الديربي ديما عندها حسابات، مباراة الديربي طبعا ديما عندها حسابات مهمة. سجل ثلاثية على مستوى دوري أبطال العرب في مرمى الاتحاد المنستيري، وخماسية في كأس أفريقيا على خليل السرد، يعني في آخر 3 مباريات سجل هدف. اكتف في اكتف ممتاز، يمشي سيل عبد السويسي، السويسي ممتازة جدا، يلعب الكرة لمايكل الرامو، الرامو يسدد ويسجل، يسجل مايكل الرامو، لا العارضة تقول لا. الترجي يبدع، الترجي يتألق هنا في استاد الوفاق، الترجي الرياضي التونسي يتألق هنا في استاد لونتون. سيناريو قوي جدا، وهنا الشماريخ العاصميين، السويسي يلعب لمايكل، مايكل يدخل 18 يسدد، ترتد من اسماعيل ديس، يرجعها الحارس وما دخلتش، أمانة ما دخلتش كرة مايكل، لكن الترجي ماشي في طريق صحيح. بالفعل شفتوا اللقطة الأخيرة كيفاش تحرك، بينما يتحرك دراجي، كرة والدراجي والهدف الأول، الهدف الأول يا دراجي، الهدف الأول لأسامة دراجي، دراجي يا معلم،
الدراجي تتكلم 1-0 من وسام الدراجي، هدف في وقت مهم جدا للدراجي. لذلك قلت لك هو قفل للدراجي وفيه التبجيلة، مش ممكن يا دراجي، مش ممكن يا دراجي. 1-0 1-0 وسام الدراجي، وسام بيكاسو الدراجي يسجل 1-0. خطة تصل اليورب الدراجي ويسجل هدف غالي جدا، هدف مهم جدا. شوف الكرة رجعت كيما شات، يبدلها بيانفوني ما فيش اوفسايد، كسر التصل راحو، خسر الدراجي، رفع الدراجي، سجل الدراجي. هدف مهم جدا للترجيين، هدف مهم جدا للفريق العاصمي التونسي. 1-0 وسام الدراجي، ورجع لللايف. شوف كسر التصل راحو، كسر التصل راحو، والدراجي هذه المرة في المرمى. 1 الدراجي، 0 لانتونت. الوفاق الصيفي، وقتك يا ابو عزي. اخر دقيقة، اخر لحظة، اخر فرصة، تمشي كرة جديدة لوفاق ستيف. والدفاع ماذا ينتظر؟ الحكم ينتظر كونتر اتاك، ينتظر كونتر اتاك، ويزفرها في انطلاق البو عزي. مش ممكن، مش مشكل. الترجي في كرة الهدف الثاني، عبد الله الهلالي يقول لهم انتهت، انتهت يا هلالي، انتهت يا هلالي. والترجي يتفوق في لقاء كبير، 1-0 على وفاق ستيف. هاردك الوفاق، مبروك للعاصميين الترجيين. الترجي انتصر في استاد ستيف 1-0. وطبعا نقاشات كبيره مع الحكم الهلالي في كوره اخيره، كونتر اتاك البو عزي، باش يحكي عليها خالد حسني محي الدين خالف. الشوالي حكاها وانهاها على هدف وسام بيكاسو الدراجي. الدراجي 1 وفاق ستيف 0. مع تحيات له من الاسم عصام، من لقب الشوالي، ومن الصفة معلق ارت سبورت. الى اللقاء على صورة المبدع، رصاحب الروايع وسام الدراجي.